متعة القراءة مع محمد حسنون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المستمعين والمستمعات، أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج متعة القراءة. تكلمت في الحلقة الماضية عن المرحلة الأولى لقراءة كتاب مكون من 200 إلى 250 صفحة، واللي تستغرق تقريبا 10 دقائق فقط. هنبدأ بوضع الأهداف، ثم استعراض الكتاب ووضع الأفكار الأساسية للكتاب. بعد كده هتقرروا بوعي هل اكتفيتوا من الكتاب أو إنكم تحتاجوا إنكم تأخذوا للمرحلة الثانية اللي هتكلم عنها الآن. المرحلة الثانية هتستغرق تقريبا 65 دقيقة. أباكم تجلسوا باسترخاء، فكروا في أهدافكم اللي وضعتوها لثواني، واستعدوا للدخول في حالة التعلم المتسارع وإطلاق قوة العقل الباطن الكامنة. قوموا بتصوير الكتاب باستخدام النظرة الناعمة وتوسيع مجال الرؤية حتى تشوفوا أطراف الكتاب الأربعة. ابدأوا في تقليب صفحات الكتاب بسرعة ورتابة. حافظوا على تنفسكم حتى تنتهوا من تصوير الكتاب. تأكدوا أن عقلكم حيقوم بهذه العملية بطريقة فسيولوجية لا علاقة لها بالإدراك المعرفي، وتصوير الكتاب بهذا الحجم هيستغرق منكم فقط 5 دقائق. متعة القراءة. أعزائي المستمعين والمستمعات، عادة بعد القراءة التصويرية هنستنى شوية، أقل شيء 10 دقائق فقط قبل ما ننشط المعلومات، وهذه الفترة هي فترة حضانة العقل للمعلومات. هيقوم العقل بإدخال المعلومات إلى قاعدة البيانات الهائلة الموجودة عنده، هيرتبها، هيصنفها، وحيبحث عن معلومات موجودة سابقا في الكتاب وحيضيفها للمعلومات الجديدة، بمعنى أنه حيرتب المادة حتى تكون جاهزة للتنشيط. الآن قوموا بتنشيط المعلومات، ابدأوا بطرح التساؤلات علشان تفتحوا بوابة العقل الباطن وتبنوا جسور قوية بينه وبين العقل الواعي، وتقدروا تصيغوا الأسئلة من الأفكار اللي حصلتم عليها من خلال الاستعراض. حولوها لتساؤلات، ارفعوا من رغبتكم لمعرفة التفاصيل. بعد كذا ادخلوا في الكتاب علشان تبحثوا عن الأجوبة التفصيلية لهذه التساؤلات. غوصوا في أعماق الكتاب بقوة باستخدام أدوات التنشيط المختلفة. استخدموا القراءة الخارقة والغطس أو الانزلاق، أو ممكن تستخدمهم كلهم مع بعض زي ما تحبوا. خذوا وقتكم وأشبعوا نهمكم في الحصول على المعلومات. هذه الخطوة تقريبا هتستغرق منكم 60 دقيقة، أي ساعة كاملة. متعة القراءة. أعزائي المستمعين والمستمعات، بعد التنشيط في الغالب تكونوا انتهيتوا من الكتاب تماما. لو حسبنا الزمن لقراءة كتاب من 200 إلى 250 صفحة حيطلع معانا 75 دقيقة فقط. طبعا هذا بشكل تقريبي، ممكن تأخذوا وقت أكثر لو أنتوا احتجتوا لي، لكن حتندهشوا في كل الحالات من قدرتكم على تذكر واستحضار المعلومات واستخدامها بشكل رائع. وممكن تقرروا بوعي أنكم تحتاجوا المزيد من التفاصيل، لأن الكتاب فعلا يستحق القراءة بالكامل. هنا أنصحكم تستخدموا آخر خطوة من خطوات القراءة الضوئية، وهي القراءة المتراوحة السرعة، وتدفقوا على صفحات الكتاب بكل سهولة وسلاسة. أعزائي المستمعين والمستمعات، استخدموا هذا النظام الرائع على جميع الكتب اللي تشتروها أو حتى تدرسوها. جددوا من عاداتكم القرائية القديمة إلى عادات قوية، واستمتعوا بالقراءة. وفي الختام عندي 3 رسائل. أوجه كل رسالة لفئة معينة من الناس اللي كانوا معايا طوال هذه الحلقات، لكن حقول لكم هذه الرسائل في الحلقة القادمة والأخيرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متعة القراءة مع محمد حسنون.